أهلا بكم أحبتي المشاهدين، حياكم الله بعد أن نوهنا عن مكان تواجدنا والموضوع المهم الذي أثار الجدل كثيرا خلال هذه الأيام القادمة. هذا الموضوع حتى نصل إلى تفاصيله وإلى حيثياته وإلى ماذا يجري في الكواليس، مشروع مجسر مقبرة معروف الكرخي، هل سينفذ؟ هل سيكون القادم هو رفع رفات قرابة 12,000 شخص ميت في هذه المقبرة، أم سيكون هنالك تريث في هذا القرار؟ هذه التفاصيل راح نناقشها مع الأستاذ علي الصميدعي، مدير عام الأضرحة في ديوان الوقف السني. حياك الله. أهلا وسهلا ومرحبا مجمع الناس. أستاذ أحمد حياك الله يحفظك. أستاذ العزيز، تحدث عن حدث الجميع شاهد وترقب مجريات الأحداث وتسارع التصريحات، غضب المواطنين، البعض يقول أموات يهجرون. نعم. عنوان كابشن رئيسي يعني تم تداوله في بعض الصحف والقنوات الفضائية. لماذا وصل الحال إلى أنه نرفع قرابة 12,000 قبر؟ نعم. بسبب مجسر. الوقف السني موقفه من هذه القضية بداية قبل أن نوصل إلى الأحداث الحالية. نعم، حياك الله وبياك، تحية لحضرتك والمشاهدين الكرام. الوقف السني، بس أحب يعني أبدأ مما انتهيت جنابك بالتساؤل اللي طرحته. طيب. قضية إثارة إزالة 12,000 قبر في هذه المقبرة. طيب. لا يختلف اثنين أنه المقبرة يعني تاريخية وعريقة ومن شواخص بغداد الكبيرة. إزالة 12,000 هذا مفهوم خاطئ وليس صحيح، لأنه ما أثار هذه القضية جانبين. الجانب الأول، بعض التقارير الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي التي تناولت هذا الموضوع بسلبية كبيرة. الرقم طبعا. طيب. الرقم يعني انت عندك الرقم الحقيقي؟ لا، احنا هسه يعني جاي الجنة. حتى بس اسالك عن الرقم الحقيقي. لا، هو الرقم الحقيقي لم يحدد الى الان، لانه الاماكن التي سترفع منها القبور لم تحدد الى الان. ولم يتم الاتفاق بشكل نهائي بين الاعمار، وزاره الاعمار وديوان الوقف السني، على قضيه ازاله اي مساحه من المقبره. ولا ترسيم هندسي ولا ابدا الى الان لم يتم الاتفاق على هذا الجانب نهائي. يعني طيب. انا اكد لهالموضوع هذا وارجع الى ما ابتدات به، انه هذه التقارير السلبيه الصحفيه اللي قالت المقبره كلها حتزال، وبعضهم قال 12,000 قبر، وبعضهم قال اكثر من هذا، وكلها ارقام تكهنيه غير صحيحه. جيد. ابدا. هذا جيد. الجانب الاول. القضية الثانية اللي أثارت مشاعر الناس السلبية واستنكارهم على هذا الموضوع، هو اللافتة التي علقت من قبل المقاول الذي اتفق مع وزارة الإعمار أنه خلال 15 يوم لازم ترفع القبور. طيب. وماكو مهلة، فأثار غضب الناس ومشاعرهم، وهذا يعني خطأ كبير جدا. خطأ من المقاول؟ نعم، من المقاول، وهذا ما صرح به وزير الإعمار. معالي وزير الإعمار في تغريدة قبل يومين أو ثلاثة أكد أنه هذا التصرف شخصي من المقاول. طيب. والوزارة ما كانت مسؤولة عنه، والوزارة عاقبتها للمقاول ورفعت اللافتات وستعيد النظر بالتعامل معه من جديد، لأنه هذا أثار الشارع. يعني ماكو شيء، يعني ماكو 15 يوم أنت عندك يعني عشرات القبور في هذه المقبرة. طيب. اللي قد تشملها المساحة ب 15 يوم، ماكو شيء منطق. هسه أرجع إلى قضية دقة الرقم المذكور فيما يشاع. ابتداء هو كان المقرر مثل ما ذكر. طيب. معالي وزير الإعمار أنه يكون طريق يشق طريق من ساحة الطلائع إلى شارع جسر المثنى من خلال مقبرة سيدنا معروف الكرخي قدس الله سره. بعدين تغيرت الفكرة إلى مجسر. فالمطلوب ماذا؟ مطلوب أن توضع ركائز كونكريتية في المقبرة، وهذا شو يستوجب؟ يستوجب إزالة عدد بسيط من القبور حسب مرتسم المجسر. طيب. وإلى الآن لم يتفق، أأكد إلى الآن لم يتفق على قضية العدد في إزالة هذه القبور. هذا. طيب. الجانب الأول. طيب.
الجانب الثاني ما يقتضيه إزالة هذه القبور أو تحويلها إلى مكان، وهو هذا الأصح، أن يحول الرفات إلى مكان محترم ومقدر في نفس المقبرة أو في مكان آخر يتم الاتفاق عليه بين وزارة الإعمار وبين أهالي وذوي المتوفين. جيد. نعم. خلينا نجي على الأمر من بدايته حتى يعني نجي على الجوانب الإدارية أيضا. جنابك يمر عليك كتاب لو مباشرة يصل إلى رئيس الديوان؟ لا طبعا، هو حيصل إلى رئيس الديوان وبالتالي يصير توجيه إلى دائرتنا بهذا الخصوص. طيب، أنت موقفكم كدائرة الأضرحة نعم وكموقع مرقد الشيخ معروف الكرخي رحمه الله وقدس الله سره، نعم، شنو موقفكم أنتم؟ وهذه المقبرة هي أثرية تابعة لهذا الضريح، موقفكم أنتم؟ الموقف حتى أكون دقيق، طبعا معالي رئيس ديوان الوقف السني دكتور طيب. مشعان الخزرجي يعني دعا لاجتماع مجلس الأوقاف الأعلى بهذا الخصوص، وهي أعلى سلطة في ديوان الوقف السني. طيب. وأيضا دعا إلى المجلس العلمي، اجتماع للمجلس العلمي وهي سلطة إفتائية في العراق، علمية إفتائية مكونة من تقريبا 28 عالم متخصص، عالم رجل شرعي متخصص فقيه له الحق أو له الجواز بالفتوى بهذا الموضوع هذا، وطرح عليهم الموضوع وطلب من عندهم الفتوى للضرورة، لأنه هذا المجسر ضرورة تفيد الناس بهذا الموضوع، ولم تصدر الفتوى إلى الآن. ما صدرت؟ نعم، ما صدرت الفتوى إلى الآن بصدد دراسة القضية من كل حيثياتها. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني، فيما لو صدرت الفتوى بالموافقة على الموضوع، يرسل تحصر ابتداء القبور التي ستكون فوقها الركائز الكونكريتية، هذا الجانب الأول. عندما حصرناها نستدعي أهاليها، نطلب حضورهم. طيب. بحضور الطرفين وزارة الإعمار وديوان الوقف السني. جيد. ويطرح عليهم الموضوع. طيب. وتخصص أرض محترمة مقدرة في هذه المقبرة من الجانب الآخر، من جانب سيدنا جنيد البغدادي، أو في مكان آخر تختار وزارة الإعمار، ويتم أخذ الإذن من ذوي المتوفين ابتداء على نقل الرفات، وتسجل الأسماء في سجل ويشهد على هذا الموضوع ويشهد رجال دين على هذه القضية. فإذا تمت الموافقة تتكفل وزارة الإعمار كما صرح معالي وزير الإعمار بهذا بتهيئة الأرض البديلة ونقل الرفات في نفس الوقت. طيب، أنا خلي أتحسن بمراسيم محترمة ومقدمة. سؤال نعم. أستاذ علي، هسه احنا نتحدث عن أموات ولديهم أحياء يحضرون. نعم. نعم. أموات ولديهم أحياء، مسافرون، مهاجرون. نعم. هنا القضية شون يعني احنا صارت الركائز على مكان وخلص فوق العظام؟ لا، احنا يعني حتى اكون دقيق، احنا معظم الذي يعني المتواجدين في هذه المنطقة هم من يدفنون في هذه المنطقة، فيعني معظم الشواهد للقبور ومعظم القبور هي متعارف عليها، عائلة فلان تدفن هنا، عائلة فلان تدفن هنا، عائلة فلان تدفن هنا، يعني نادرا ما تجد شخص غريب مدفون في وسط مجموعة من العوائل المتعارف عليها. طيب، هنا هسه تحدثت لي عن موضوع ما أقدر أتجاوز، اللي هو الموافقة صادرة من الوقف السني بخصوص المجسر. لا، احنا انا ارجع واقول لجنابك يعني أساس الفكرة لا اختلاف عليها لأنه مصلحة عامة، لكن تطبيق العمل لم يبدأ إلى الآن بسبب انتظار الفتوى الشرعية من نفس المؤسسات التابعة لديوان الوقف السني. ديوان الوقف السني. طيب، نعم. ولماذا لم تؤخر الموافقة نعم. المبدئية؟ نعم. الحين إصدار الفتوى. أكيد هي طبعًا الموافقة. موافقتكم سريعة كانت. أستاذ أحمد سيد العزيز، الموافقة لا قيمة لها إذا لم تصدر الفتوى. زين. لأن هي مؤسسة دينية ابتداءً. طيب. فإذا لم تصدر الفتوى فتعتبر الموافقة يعني ما نقدر ننفذ أي عمل على اعتبار المؤسسة دينية وشرعية ومحكومة بالجانب الشرعي. متى نسمع الفتوى الشرعية بهذا الأمر؟ يعني الحقيقة ما أقدر أحدد، تدري هذه حيثيات يجب دراستها ابتداء يعني الجوانب الشرعية بجميع أطرافها. طيب. هاي أولا. ثانيا آراء الناس
ورغباتهم في هذه القضية حتى يعني حتى نرضي، تدري يعني بالشريعة كما يرد أنه حرمة الميت كحرمة الحي يعني، صح. فلذلك يحترم هذا الشيء ويقدر ويجب أن يحسب له حساب كامل وواضح وبدون إخفاء أي شيء من هذا الجانب. طيب. هذه بس أحب أوضح قضية أستاذ أحمد أيضا. نعم. عندنا في هذه المقبرة العريقة عندنا بعض القبور الأثرية وأسماء مهمة مدفونة في هذا المقام، خاتون وأسماء قادة وأسماء شعراء وأسماء علماء، فتدري هذه أيضا لها حساسية أخرى أكبر من المتوفي، الحرمة للجميع، للجميع. لكن كحسابات تاريخية بالضبط. أستاذ أحمد وتراثية وإنسانية تخص بغداد ومن فيها، خاصة أنه بعض هذه الشخصيات دينية علماء دين مهم تاريخي وديني يعني. فيعني الحقيقة أقول لك موافقة وزارة الثقافة دائرة الآثار لم تحدث إلى الآن، وهذه أيضا جانب مهم في سبيل الوصول إلى إقامة هذا المجسر. تدري جنابك هذه يعني هي الوزارة جزء مسؤول على هذا الموضوع، صح. فأيضا جانب مهم اللي أريد أكشفه للسادة المشاهدين والجنابك أنه حصل اتصال بالأمس بين معالي رئيس ديوان الوقف السني دكتور مشعال الخزرجي ووزير الإعمار. طيب. وصار الاتفاق على الآتي، أنه يحضر ميدانيا كلا الوزيرين ومعهما الكادر الهندسي المتخصص في سبيل البحث عن وسيلة أخرى جديدة ممكن استخدامها لإنشاء هذا المجسر من دون المرور بالمقبرة. اها جيد. يعني حتى نقدر يعني من المبادر بهذه الخطوة؟ المبادر سيد رئيس ديوان. نعم، معالي رئيس ديوان الوقف السني دكتور مشعل الخزرجي كان له يعني ممكن انه نسمع الرأي الواحد انه قريبا انه هنالك قريبا الاسبوع القادم خارج. الاسبوع القادم ان شاء الله يعني قد يعني ان شاء الله يفرح قلوب الجميع هذا الموضوع، لانه تدري جنابك بعد أن نشرت هذه القطعة يعني آذت قلوب الناس يعني الحقيقة، وآذت قلوبنا في الوقف السني في نفس الوقت، تدري يعني إساءة يعني إلى الناس يعني هذه القطعة كانت عندما علقت يعني الحقيقة أقول لك. بس إن شاء الله تكون يعني بشارة لذوي المتوفين ويعني تعبر قضية المرور بالمقبرة بسلام. يعني تتصور أنت اليوم المؤسسات الخدمية عندما فكرت بهذا المجسر أن يعبر من هذه المنطقة خلال المقبرة، هي اللي ضيق بغداد ممكن قد يكون، وبعض المهندسين برروا ذلك يعني. طبعا أنت تدري جنابك هسه أكو خطة لدولة رئيس الوزراء لقضية فك الاختناقات في بغداد. المشروع الحقيقة كما علمت من أصحاب التخصص أنه مطروح منذ 1985 لكنه أجل بسبب الأحداث اللي كانت متتابعة على العراق، ولكنه الآن يعني جاء وقته. الموضوع مرور مشروع خدمي يخص المواطنين من خلال المقبرة ليس جديد على بغداد يعني الحقيقة، ولا حتى المحافظات، ولا على المحافظات ولا على الدول يعني قضية حتى طبيعية. خير دليل مقبرة وادي السلام في النجف. نعم نعم سيدي العزيز، وعندنا في بغداد عندنا مقابر تاريخية وعريقة مر بها مثلا بالثمانينيات القرن الماضي اللي هو خط سريع محمد القاسم، مر من خلال مقبرتين مهمتين، صح. مقبرة الشيخ عمر السهروردي، صح. ومقبرة الإمام الغزالي. بس الناس ما قاعدة تقبل هذا الكلام، هذا الكلام تقبل كلام يعني كلام من ناحية يعني المهنية من ناحية نعم الخدمة وحقهم. تدري لكن تدري المشاعر احنا يعني المشاعر. المتكلم له ناس مدفونين في هذه المقبرة، فأقدر مشاعر ذوي المتوفين عندما تتأثر قلوبهم وتدمع عيونهم. أنا أقول لك الحقيقة يعني أنا متعاطف معهم 100% كما ديوان الوقف السني جزء كبير من عنده له ذوي يعني موتى مدفونين هنا في هذه المقبرة، فالكل ما راغب بهذه الفكرة. أنا أقول لك الحقيقة وإحنا قلت لجنابك رئيس ديوان السني داعي أو ساعي لموضوع يعني استبدال هذه الفكرة بغيرها لعله
نقدر نصل إلى حل مع وزارة الإعمار وننتقل بعيدا عن المقبرة. الناس يعني بعض الآراء انتقدت جهتان اللي هي وزارة الإعمار والإسكان كونها هي الجهة المنفذة، وانتقدت يعني الانتقاد كونها الجهة المنفذة، وانتقدت ديوان الوقف السني كونها الجهة التي أعطت الموافقة الأولى. طيب هنا يعني هنا يعني في أمر أنتم لابد أن تكونون بين القرارات الحكومية في مشروع رئيس الوزراء في بناء المجسرات والجسور وبين الرأي المواطن، هنا كيف حتوازنون؟ يعني أنا أقول لك الحقيقة توجيه حكومي أستاذ أحمد رأي أي نعم رأي عام يرفض هذه الفكرة. تدري جنابك أنا أقول لك الحقيقة، إذا وجدت أرض بديلة محترمة ومقدرة لإعادة أو نقل رفات المتوفين وكانت يعني طريقة النقل كانت طريقة النقل ومراسيمه بشكل محترم ومعد إلها وبحضور ذوي المتوفين، يعني ما أعتقد بتصوري أنه يمانع يعني أنه يكون طريق عام بفائدة للجميع. طيب حدثك عن أمر يعني ذات أهمية عالية. نعم. بعض المواطنين يتحدثون عن أنه توجهوا لمقابر أخرى ولم يستقبلوهم. نعم. تحدثوا عن أمر آخر بذات الشق اللي هو قضية المبالغ اللي تم طلبها من قبل العاملين في موضوع الدفن وما إلى ذلك وحفر القبور أسعار القبور. طيب هنا وزارة الإعمار والإسكان يعني أطلت الوعد أنه هي تكفلت بهذا الموضوع. نعم. لو تنصلت وزارة الإعمار والإسكان موقفكم أنتم هنا لازم تكونون طرف. أكيد طبعا نحن لا هو تدري جنابك الاتفاق حيكون بين وزارتين على هذا الموضوع والقضية على النقل رفات طبعا على تهيئة الأرض البديلة التي سيكون فيها الرفات وتوضع فيها القبور الجديدة وعلى أسلوب النقل وآلية النقل والتكاليف التي ستكون في هذه الآلية. طيب يعني هسه خلينا نبشر يعني المواطنين أنه من لديه قبر في هذه المقبرة نعم ويتم يعني إزالته خلال فترة العمل تحويل القبر نعم فمعناها لا يهدم قبر إلا بوجود قبر طبعا بلا شك بلا شك أبدا بطريقة محترمة ومقدرة وبشهادة الأهل وبشهادة اثنين من علماء الدين على نقل كل قبر كل شاهد قبر يكون علماء اثنين شاهدين وذوي هذا المتوفى وتنقل بشكل محترم ومقدر قضية عشوائية سيدي العزيز يدفع فلوس المواطن ما إلى علاقة بأي قضية لا من قريب ولا من بعيد وهذا الاتفاق مع وزارة الإعمار. أستاذ علي الصميدة يعني أنت قاعد تطي تصريح وهذا أنا أعتبر فيه أنا مسؤول عن الكلام يعني باشو عقوة إذا المواطن دفع فلوس نعم أو تنصلت الوزارة الإعمار والإسكان عن هذا الأمر نعم تلام أنت لا لا, لا إحنا يعني دا أتكلم أنا نيابة عن رئيس ديوان الوقف السني في هذا الموضوع نعم يعني الحقيقة أقول لك يعني إحنا كنا حاضرين معظم الجلسات اللي طرح بها هذا الموضوع ويعني تم الاتفاق على بعض الحيثيات والتفصيلات ومن ضمن التفصيلات التي تم الاتفاق عليها قضية تكاليف طيب نقل الرفات والطريقة المحترمة الواجبة أداها أثناء النقل. الشق الثاني من موضوع مقبرة الشيخ معروف الكرخي شنو موضوع الساكنين في المقبرة؟ أيضا موضوع إزالتهم موجود يعني؟ الحقيقة إحنا تدري هي المقبرة وقفية زين موقوفة يعني أرض موقوفة فالأرض الموقوفة يجب أن يكون هنالك موافقة من وزارة الأوقاف ابتداء يعني عفوا من ديوان الوقف السني ابتداء للسكن في هذا المكان وهذا الموضوع عندنا دائرة هيئة الاستثمار استثمار أموال الوقف السني اللي ممكن أن يتعامل معها بهذه القضية قضية السكن في الأراضي الوقفية وهي ابتداء لا تجوز إلا بموافقة شرعية ابتداء ننتدري يعني أرض موقوفة اليوم أنا جامع أجي أسكن بي يعني البيوت بدون إذن البيوت بدون إذن الوقف السني يعني ما ممكن البيوت اليوم إذا تم إزالتها بسبب المجسر ماكو أي تعويض إحنا بالنسبة للبيوت الرسمية الموجودة في المسجد عندنا أربع بيوت تقريبا أو ثلاثة الإمام والخطيب
المؤذن، الخادم، لهم بيوت في الـ في الـ في الـ في, الـ في المكان اللي حيمر من خلال هالمجسر اللي حتزال بسبب بناء المجسر. يعني حتى بيوت الإمام والخطيب حتزال؟ نعم، أي نعم ستزال، لأنه من ضمن إذا صارت الركائز، إذا صارت هالبيوت في طريق الركائز. أنا أقول لك الحقيقة، البيت اللي يصير يزال ويبنى له من قبل وزارة الإعمار أيضا، هذا الموضوع يبنى له في مكان آخر. هاي البيوت الرسمية. نعم. اللي تابعة للحضرة المعروفية الكرخية. نعم. هاي الرسمية اللي هي قد جنابك أربعة. نعم. الخاصة بهذا الحضر، بهذا المقام. نعم. طاهر. لكن أنا أتحدث عن بيوت مواطنين. أنا الحقيقة يعني نسميها بيوت التجاوز. المساحة اللي سيمتد خلالها المجسر وحتى الركائز ماكو في طريقة أي بيوت، يعني فقط القبور يعني. يعني على حد علمي لمن شفنا المساحة ماكو أي بيوت، يعني ما يصل عمل المجسر إلى أماكن سكنية يعني. طيب هنا هسه خلال هاي الفترة عندكم تواصل مع وزارة الإعمار والإسكان. نعم. بعدها هاي المدة قائمة مال 15 يوم؟ لا لا لا، هذه المدة وهمية وغير حقيقية. وأن فيها جملة وتفصيلا، ومن وضعها هو المقاول من باجتهاده الشخصي وبدون موافقة لا وزارة الإعمار ولا ديوان الوقف السني. إذا أصرت وزارة الإعمار والإسكان على بناء المجسر وعبور الوقف السني بدون أخذ رأيه، مستحيل يكون هذا الموضوع. تدري جنابك القضية ليست بسهلة، هي لا بناء دار ولا تبليد شارع يعني. تدري هذه ممتلكات وقفية ويجب الوقوف عندها، والقضية قانونية وشرعية وبيها مآلات كبيرة وبيها آراء ناس وبيها مواقف، فما أعتقد يعني تصل المرحلة إلى هذه القضية. معالي رئيس ديوان الوقف السني كان يعني واضح بهذا الموضوع مع وزارة الإعمار أنها أراضي وقفية، وحرمة الأموات أرجع أقول كحرمة الأحياء ولا يمكن تجاوزها. ديوان الوقف السني سيبقى مشرفا على هذه القضية ولن يتركها لوزارة أو أبداً أخرى؟ أبداً، هو القضية يعني إشرافه دائماً على الأراضي الوقفية. المقبرة موقوفة، فأكيد حتكون المتابعة من الألف إلى الياء في هذا الموضوع، وفيما لو يعني جد جديد يخالف الاتفاق. أنا الحقيقة أقول لك أنا يعني إحنا ما نسكت، يعني نطلع للإعلام ونقول ترى واحدة اثنين ثلاثة. تمام. فيما لو يعني، وما أعتقد هذا الموضوع يكون إلى هذه المرحلة يعني. الأستاذ علي الصميداعي مدير عام الأضرحة في ديوان الوقف السني، شكرا جزيلا لسعة صدرك وللمعلومات التي يعني وضحتها للرأي العام وللسادة المشاهدين. أحبة المشاهدين، هذه المعلومات الخاصة بمقبرة الشيخ معروف الكرخي، هذا الحوار الخاص بدائرة معنية ومتابعة ومشرفة على هذه المقبرة، وهي دائرة الأضرحة في ديوان الوقف السني. ننتقل إلى بارت آخر، مستمرين برنامج مع الناس هو لخدمة المواطن. حياكم الله أحبة المشاهدين. أهلا بكم أحبتي المشاهدين، حياكم الله. عدنا من الفاصل بعد أن تحدثنا مع السيد علي الصميدعي مدير عام الأضرحة في ديوان الوقف السني، وأوصلنا له هذه المشكلة الكبيرة التي يواجهها ذوي المتوفين في مقبرة معروف الكرخي. التطمينات التي أعطاها السيد علي الصميدعي كانت واضحة، الشروط التي ملزمة بها وزارة الإعمار والإسكان أيضا واضحة جدا، لكن نزلنا إلى المقبرة حتى نرى ونسمع من ذوي المتوفين. أوصلنا الرسالة إلى الجهات المسؤولة مع وجود عدم رد من وزارة الإعمار والإسكان. اليوم الأمر مرتبط بالجانب الشرعي والجانب القانوني. لهذه اللحظة حسب ما
أبلغنا به السيد الصميدعي لهذه اللحظة الفتوى الشرعية من ديوان الوقف السني لم تصدر نهائيا، فإذا صدرت بالموافقة يمشي المشروع طبيعي، إذا صدرت بالرفض يلغى المشروع. هذا ما تعهد به ديوان الوقف السني، وهو أيضا ممثل السيد رئيس ديوان الوقف السني في حلقتنا وفي لقائنا ببرنامج مع الناس. نريد نشوف المواطن رأيه بهذه التطمينات، ما هو تعليق على هذا الشيء أيضا. خلينا نشوف النساء هنا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله يسعدك. الله يحفظك. سمعتوا الخبر بداية، شنو اللي صار؟ وين رحتوا؟ ويا من حكيتوا؟ والله حد، احنا جينا هنا يوم الاحد وجينا السبت ويوم الاربعاء ونفس الكلام. هاي. احنا اللي عرفناه من قناه الديوان طلع احمد حسن الطاها قال 5 مترات قبل الامام و5 مترات بعد المقبره. ما يجوز اي قبر ينمس. بس اناشد، انا اقول يا شرع يا قانون ينحفر قبر مسلم. صايره يعني هذه؟ يعني هم يقولون ضرورة. ليش شنو الضرورة؟ أكو ذا أنا أقول لك فائدة أكو ناس. ضرورة إذا أكو ضرورة وفائدة ناس على عيني وعلى رأسي، ما أكو هاي بيوت المنصورية تتعوض وأسوي الدنك من يمها. هذه مستشفى الكرامة بها مساحات هواية. إحنا ولد المنطقة، إحنا مولودين هنا ومدفونين هنا أمواتنا. بيا حق تعالوا شيلوا أمواتكم، بيا حق يقبلها على أبوه يقبلها على أمه أي واحد أنطى هذا القرار، سواء مسؤول سواء مهندس سواء مقاول. بيا حق يا ابني، بيا حق القطعه اللي كانت، بيا حق يا ابني. ميت ينحفر من قبره يعني؟ لين ما عندهم لسان يعني؟ احنا طيبين هجرونا وميتين يهجرونا؟ ليش بيا حق؟ ليش العراقيين هيجي؟ ليش هيجوا بنا على هالدرجه؟ ليش اسكتوا لما حتى الميت يجون يحفرون من قبره؟ بيا حق يا ابني، بيا يعني حق. هذا تعتبر ظلم اموال؟ طبعا ظلم، لان بيا يا دين ويا قانون ويا شرع ينطي ينحفر قبر من يعني ويطلع الميت من عنده. بيا دين يا أمي، بيا دين، يهودي نصراني دورة إحنا مسلمين نجي نحفرهم؟ ليش؟ آمنتوا بالله لو كان زلزال راحوا بالزلزال، لو كان فاضل شاب وراحوا بالشاب، بس مو يجي مسلم يحفر أخو المسلم. بيا دين هذه صايرة. أناشد كل مسؤول، ولو هن مو مسألة مناشدة، غصب ما عليهم إنه يلغون هذا القرار، غصب ما عليهم. إذا كان عندهم ذرة دين وذرة إيمان ويفكرون إنه هذا مصيرهم، ترى تمام. ترى هذا مصيرهم. عندك قبور هنا أنا أمي؟ طبعا عندي أبويا وأمي وأخويا وعمتي وابن عمتي، كلهم أموات عندنا، وجيراني وأحبائي كلهم هنا، خالاتي وهاي بذيش المقبرة. بس هنا أمي تقبل أمك تنحفر؟ تقبل إذا أنت نايمة أمك تجي واحد يقعدها تقبل؟ هذه طلعوها وهي مرة حرمة؟ حرمة مسلم يا ابني، حرمة مسلم. اتقوا الله بهذا القرار، اتقوا الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. الله يعينك. حسبنا الله ونعم الوكيل. بارك الله فيك. شكرا. شكرا يا ابو. السلام عليكم يا ابو. عليكم السلام. فضيل الدامكه. عندك هنا انا عندنا 25 واحد، ابويا وامي وعماتي وخالاتي وخوالي هنا، هاي المقبره كلها لنا. زين احنا من قالوا تعالوا شوفوا يشيلون، وين نوديهم؟ هنا انا وهنا انا وهنا انا. زين احنا ما صار لنا شهر، احنا من دفنا ثلاثه. ما صار لنا شهرين ثلاثة أربعة. زين إذا صدر قرار الدولة. زين وين نوديهم يعني؟ وين نوديهم يعني؟ هم حرام نشيلهم والتسكة أي واحد تحطه بالقبور، شلون نشيلهم؟ يعني هم حرام وهم الله ما يقبله يعني، والإسلام ما يقبله، وإحنا مو بس من زمان من قالوا بله يعني. يجي واحد رأسا يقول لك شيل قبورك واطلع، يصير هيجي؟ زين أنتوا آخر شيء منو زاركم؟ أحد زاركم المقبرة؟ ما هي هاي هنا الصحفيين ما أعرفوا عشانه. مسؤولين مجهول. زين لا ما حد يجي، كل من يقول لك شيل قبوركم واطلعوا هنا يعني شلون؟ وين نشيل قبورنا؟ وين نتوجهنا؟ يعني الموتى ما خلصان، الطيب ما خلصان، شلون يعني بس حاجينا؟ يعني هم اللي دا يشيلون يقبلون موتهم هيجي؟ يقبلون؟ يعني هسه احنا من نشيل ابويا وخالي وعمي وجدي وخوالي. طيب هم شو يسوون اذا امي؟ شلون يعني؟ شو يقولون؟ هو انا سالت الاطراف المعنيه ايه؟ بالوزارات، يقولون هو اكو ضروره تنفع الناس، يعني اكو مجسر حيمر، هذا ايه؟ ضروره. يقول لك هذا ضروره. زين اكو احنا هم سمعنا على اساس يحطون ذني يعني ذني عواميد تنق. زين هم خالف وهم خليهم ذول الموتى نايمين، خليهم خطيه يعني شلون؟ وين نحطهم يعني؟ هم اللي يريد يروح للقبور يشيل قبره، هذا يريد مليون، هذا يريد مليون، وماكو لها تعويض، وما عليهم انت شيل قبرك وتطلع يصير؟ يعني
أنا اللي سمعته من الوقف السني إنه ما ينشال قبر إذا ما موجود مقابلة بالجهة مكان آخر. أكو قبر محفور وبي علماء اثنين يشرفون على النساء. إيه بس يا أخو يعني هم ما يصير شيء حرام يعني خطية هيك يعني هم إحنا. أنتوا مقابلين فكرة إنه طبعاً إحنا مقابلين إيه مقابلين هاي المحلات إحنا همات مالهن مال أخوتي المحلات هنا صار لهم عمر. يعني شلون بيقصوها؟ يعني هم ذول أمواتنا صاحب عائلة، يعني أخوي أخوتهم صاحب عائلة صاحب جهال، يعني قاعد لابقون هالكدوتة، يعني يصير؟ الله يعينكم. زين هم يقول لك أنا رزقي على المحل، رزقي هنانة، يعني كل هذا هسه قاعدين متكدسين وقاعدين، يعني ما يصير يا عيني. تمام. هم لازم يشوفوا لهم حال يعني يعوضوهم. احنا نتمنى. يعني يسوون فتحة لهم. الجهات المسؤولة في وزارة العمارة. يعني احنا الناشد السوداني الناشد المسؤولين كليتهم، يعني ما يصير هيك لازم يكون لهم حال. تمام حياك الله. الله يسلمك. السلام عليكم يا ابو. هسه جايك شاب، السلام عليكم. سمعتوا خبر عالمكم الخبر اول؟ احنا سمعنا عن طريق الاعلام. تفضلي. اشكرك اهلي. بس بس دا اناشد الجهه اللي قالت احنا بلغنا اهالي المتوفين. انا راح احكي من غير صيغه يعني من غير باب. هم قالوا احنا يعني بلغنا اهالي المتوفين واهالي اللي هاي يجون يشيلون رفعتهم بلغناهم. والله احنا عن طريق الاعلام لو مو الاعلام ينشر هذه الاخبار وينشر هذا الاعلان ابدا ما حد بلغنا ولا احد قلنا. يعني مستعدين كانوا يجيبون شفلات ويزيلون امواتنا. طبعا انا قبل سنتين زوجي توفى هنا ابو جهال الله يرحمه الله يرحم والديه، واختي بصفه قبلها بفتره قبله، وابويا بصفه، وخالتي بصفه، واحد بصف الله، ولد عمي وقرايبي، عمي اخو ابوي. يعني احنا وفوق ما عاد يم الشيخ بالعشرين ثلاثين مقبره معروفه الناس احنا مقبره ابدا عن جد. يعني تصور اجيال من اجدادنا يعني خلينا نقول اكثر من طبقه صار مدفونين، وين نوديهم؟ يعني انت يقبل ضمير اي مسؤول بهاي الدوله كمساله شرعيه؟ عوفوا عمي قانون هسه احنا بطلنا، بس لحقتونا على قبور اهلنا. هي حجاره احنا باقي بس ذكرى، وهاي الذكرى همينه. يعني احنا ما جونا عزاز هم ما يحسون بهذا الشيء. احنا من باب العاطفه والرحمه نناشد اي واحد عنده رحمه، واي رجل دين اي مفتي اي انسان يخاف رب العالمين خليه يطلع فتوى يعوفون هذول يعني الناس. يعني انت تتحدثين انه مشاعرك ما تستقبل هاي الفكره؟ لا ما نتقبلها. احنا هسه نفكر حتى اذا ما جابت نتيجه نسوي اعتصام، يجيبون شفلات يجيبونها، وين نوديهم؟ انا من الناس ما عندي ولد عندي بنيه، شلون نشيل امواتنا؟ بعدين هو كل قبر ينحفر يراد له فد 3 اشهر موافقات ودنيا وفتاوي شرعيه وش اسمه طلب من القاضي، لازم قرار قاضي ولجنه من وزاره الصحه ومفتي افتاء يلا تشيل القبر مال المتوفي مالتك. يعني كامراه اقدر اشيل 4-5 قبور؟ مقابلين على ما نقبل ولا نقبل ولا تريد ما عندنا امكانيه نشيل كل قبر مليونين يراد لنا. تمام او في المال كان شيء شرعي وكان شيء انساني كعاطفه يعني مشاعر عاطفي ما نقدر ما نتقبل. انا ما اتقبل اختي تطلع من قبرها ولا زوجي ولا ابويا ولا عمامي ولا اهلي. يعني اهلي كلهم هنا، فاذا شالوا واحد خلي يشيلون وياهم احنا الاحياء. قلنا وبلغ الرساله اذا ارادوا يشيلون اي قبر احنا يشيلون الاحياء وياهم. تمام حياك الله. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. يعني اذا نفذوا القرار القرار هذا كلش غلط. لا هذا القرار كلش غلط. عنده قاع واسعه وعنده قاع واسعه كبيره، وهذا قراره كلش غلط. يعني هو من 2004 ميت 2003، يعني صار لش قيد. انا امي استكثرت هنا 5 سنين، شو اطلع منه؟ ما اطلعها بس عظام؟ يلا شو اطلع بس عظام المبيدي؟ انا اموت كفي لك الله لا باوعها. انا ابنها الصغير اموت لا باوع عليها. لو خالتي بعد سنه ما صار حتى السنه ما تم طالعه، شو اطلع هسه من عندهم؟ شو اطلع؟ لو خالي صار لش قيد ميت، زين شو اطلع هسه من عندهم؟ هم دائره وحده، شو اطلع انا من عندهم؟ زين هسه انا القاعه اللي مشتريها انا مشتريها بمليون، زين يعطيني هو مليون لو يهدم قبرهم حيفلشوا من على والديهم. يعني هو ميت ما خلصان، هاي عنده قاع كبيره، هذا السياسه شيله، هذا الشارع الخدمي اخذ من عنده، هذا الرصيف اعرضه. الا تصدق تخافون الله؟ تعالوا سووا النحل. يعني تقصد اكو امكانيه تغيير مسار؟ اكو تغيير مسار، عنده مسار، عنده اللي قدام عنده بيوت على السكه، عنده بيوت يقدر يشيلهن. لو قالوا على اتفاقهم لحد ذاك اليوم جو الصينيين، احنا كنا واقفين هنا، حتى الصين بنفسه هزبيده قال انا حرام هاي القبور تنشال،
صيني. هذا الصيني بنفسه قال المقاولة. هذا أول هو أنت أبو المخطط الذي خطط، قال هذا، قال هذا المسار مالتكم. حتى هيك هزبيدة كان يقول هذا أكبر غلط، هذا القبر ينشال من هنا. يعني هذا الصيني إيش قد عنده رحمة؟ يعني هسه حتى نقول أسد من العراق أم حرام عليه يحكي أم بلساني. يعني إجاب نفسه قال، قال هاي القبر ما يصير إن شاء منا، وطبوا مناك وافتروا عندك هناك هواي فراغ، عندك السياج إن شاء الله، عندك الخدمي، هذا الخدمي عندك أكثر شيء، هذا الخدمي يعني تقدر تسوي. تعال خلتي جمعان أشكرك. هاي الله يسعدك. يعني دغلا وين نوديهم هالمقبرة هاي؟ وين نوديها؟ بمئات السنين كانت هاي المقبرة، هسه تسوون جسور جوا المقابر، شلون الله يقبلها؟ محمد يقبلها؟ بدل ما يسوون هاي راعوا الشعب، الشعب راعوا الشعب، الشعب راعوا المساجين التاسع سجون، راحوا ابرياء، راحوا ابرياء، ماكو احد يوقف لهم، نبر جاتوا على المقابر. الله لا يعطيكم، الله لا يخليكم، الله لا يوفقكم، طلعوا العالم. الله اكبر. القبوش وين توديها؟ وين نوديها؟ ما عندنا، وين نوديهم؟ وين نوديهم؟ ما عندنا. منو مدفون لك هنا يما؟ منو مدفون؟ خلنا افتح. الله يسعدها. مو صحيح استاذ، مو صحيح. وين صحيح. مو صحيح. وين اضافه؟ شوي اضافه. الشعب هذا وين؟ بس اريد اذا الديوان، ديوان الوقف السني، واذا المجمع الفقهي، واذا هاي علماء المسلمين افتوا زوال هاي القبور، خلي يفتونا، يعطونا فتوى انه باشر عقبه اذا الميت المسلم يموت خلي نحرقه مثل الهنود، ليش باشر عقبه يطلعونا من غير مقبره؟ صح لو لا يا ابني؟ بس خلي يفتونا بهاي الفتوى احسن لنا. اسلام وشريعتنا يا اسلام تجي تحفره لعد، يا اسلام تجي تحفره من قبره وتطلع، يا اسلام هذا خلوا شيل الإسلام. صلّى الله عليه وسلم. الله يسعدك. هذا معلم ديني طبعاً، مو بس مقبرة، معلم ديني 1200 سنة ها صار له مقبرة. ها سيدنا الشيخ معروف، هاي مدرسته، ها الشيخ مشيوح، ها سيدنا زمرد خاتون. زين هاي البنة العراق، هاي المرأة الغنية. زين شكو معلم ديني بنته؟ وينكم يا نقابة الفنانين؟ يا نقابة لا وزارة الثقافة المعنية. وزارة الثقافة هذا سيد ناظم الغزالي الله يرحمه، يونا إسام الرأي، كبار العلماء نزار، أول دكتور عالم دي، أول دكتور بعملية القرنية، هذا قبره هنا بالعرب، هنا تاريخ، هنا تاريخكم. هذا بس بقى تذكر هذا القبر، تاريخكم بقى بس هذا القبر. هنا اليوم علماء دين وتاريخهم. زين 1200 سنة أنت جاي تريد تبلش، وين هذول أهل المعالم الأثرية ويسحوا لهم يجون هنا يشوفون؟ أريد مسؤولية طمنا، يجي علينا يقول لنا تعال يابا هاي شغلة كذب، يطلع الوزير يحكي شكل. والله أنا حاضر شيء واحد بكلر صار جسر، ثلاث بيوت وقفت هذا الجسر، ثلاث بيوت سنتين أخرت الجسر. هذا هو مو الوزير اليوم من اقليم من اقليم العراق؟ والله العظيم ثلاث بيوت وقفت الجسر مال كلار وهو يدري. زين ليش احنا هنا؟ حد ما عوضوهم على مرامهم، احنا ما نريد تعويض، هذا قبر حرام تاخذ عليه تعويض، بس نريد تغيير مسار الجسر. هذا شارع ورانا صوب المقبرة 25 متر، تقدر تسوي به نفق، تقدر تسوي به معلق، زين وتقدر فوقاسك كل شيء. اليوم شركات عالمية مشاركة في هذا الجسر، تمام، تقدر كل شيء تسوي. حياك الله. شكرا جزيلا. أشكرك. حياك الله عمي، الله يسعدك. عندك مدفونين هنا؟ ثلاثة هنا، ثلاثة هناك. من ياسنة مدفونين؟ تعال جاي من ياسنة. وعندي ابني قبل 5-6 سنين صغير، وامي قبل بال 86، وجدتي بال 90. هنا بس حتى الكبر ما تلقي. زين هاي الناس اللي مهاجره المغتربه، اذا جاء قرار وشاري قبورها وين تروح العالم؟ يعني وين تعرف قبورها؟ كلنا سد العالم هذا نفكر دايخين دايخين دايخين، وين نروح ما ندري. شتله من المعظام هذا، شتله شو تسوي؟ شو تسوي؟ يعني هسه قول هذا شارع استاذ، بس ملاحظ اكو ناس اهلها بالخارج، اهلها بالخارج كل 4 سنوات 5 سنوات يجي يزورون ما يدرون، يعني ما يدرون بهذا القرار. صح. انا ناقشت هذا الموضوع. زين. ويا مدير لا لا قلت لهم احنا اكو ناس ما تعرف قبورها وين. احنا هاي بيوتنا ونجي نشوفهم احبابنا الاجانب يزورون. زين من يقول لي لا والله انا عندي مدفون هنا. صح. ها هو بس انا بالخارج عايش.
قلت له زين زين صح من يقدر تشيل موتاك يعني ستدق تشيل موتاك انت بس ارد اسالك هذا السؤال هسه احنا عم طبنا مرض احنا حيروح موتانا بعد بس انت الا امك هنا مدفونه ولا ابوك هنا مدفون تقدر تشيله 2003 2004 تقدر تطلع تشيله هسه احنا من نجي من قهرنا من ضلنا نبكي يمهم نقعد نشكي يمهم نحكي وياهم يعني تجي فوقات تهدمهم ما صاير هيك يعني هو ما خلصان من عندك ليش استردفته ما خلصان من عندك الميت هذا الله يسعدك القرار ظالم تعتبرونه طبعا اي والله ظالم طبعا ظالم القرار ظالم هذا القرار حيل ظالم ليش ظالم لانه انت اليوم راح تشيلهم ما توديهم اكو بديل لهم اكو بديل لهم ماكو بديل لهم حتى اذا اكو بديل لهم وين يودوهم يعني هسه انا مثلا جدي ب 87 متوفي مو ومدفون وخالي بال 85 مدفون وين اوديهم وين اوديهم لازم الا احفر واحد من القبور واحطه وياهم مو وين تودي وين تقدر توديهم وين الشيء حتى اكو معلومه انه هذه القبور يعني اكو شيء فوق شيء هسه انا خالد يعني حتى اكو بعض القبور استاذي خلي خدمه هسه انا جدي مو خليته دفنته بال 85 وخالي ب 87 حطيت واحد فوق واحد ما نقدر ولا زين ماكو مجال زيناتهم بقبر واحد زين دول اذا تشيلهم وين اوديهم لازم اكشف لو كشف بعد امي واخلي وياهم مو لو كشف جدي ابويا واخلي وياهم مو وانا وانا اوديهم للمغرب وين توديهم لو توديهم للنجف وين توديهم زين دول راح اشيلهم ما يدرون بصراف ما يدرون مو الوزاره تقول انا اتكفل شو تتكفل الوزاره يعني انت اليوم احنا ما ندري احنا ببيوتنا وجهه تفل شلون منو راح يوقف عليك تبلغون تبلغون ما راح تبلغون سهل موسى زين انا من راح اجي ولقى القبر مفلش وين راح شقق قعد هذه القطعه اللي تعلقت بمدخل المقبره مستفزه كانت طبعا مستفزه طبعا مستفزه ترى ليش ما تلحق ما تلحق طلبوا 15 يوم استاذي انت اليوم 15 يوم وين تلحق بيها وين توديهم هسه انا العفو هسه انا جاي وجابوا ياي قزمه وجابوا ياي كرك ورد اشيلهم وين اريد اوديهم وين اوديهم وين ماكو مساحات ماكو مساحات انا اضطريت شو اسوي عندي ابوي هناك مدفون راح اطلع فطابقتي من عنده وارجع عظامهم وياه وفي ماله واحد فوق الاخ وين توديهم وين توديهم مو حد لا توديهم هسه وين ابو غريب ما يستقبل رسالتك الى رئيس الوزراء كونه هو المسؤول لا على شو تقول احنا شو نقول لهم نقول له هلا بالعالم وين تجي تروح اغير احنا اجينا يعني على مود قربنا يعني احنا على مود القرب اجينا دفنا موتانا هنا حتى نقعد نشكي لهم همنا نقعد نشكي يمهم نقعد يمهم احنا على مود القرب جبناهم هنا دفناهم ترى احنا عندنا اهاليتنا بكربلاء وعندنا بالنجف بس احنا البعد شويه تعرف البعد يعني شويه صعبه يعني عالم صعبه واحد يروح لعالم متميت يروح الكربلاء وللنجف يعني احنا جينا هنا على مود القرب حياك الله حياك الله السلام عليكم البقيه امير قول له السلام عليكم تفضل هنا يا اخي نطالب رئيس الوزراء اني غير مسار الجسر خلي يسويه على غير طريق احنا عندنا 3 شهداء هنا وعندي امي وخوالي وعندي عائلتي هناك كلهم مدفونين وين نوديهم خلي يغيرون مسار الجسر يطلعون على غير طريق زين حياك الله حياك الله خلينا نشوف الحجي الله يساعدك حجي السلام عليكم جواك الله يا رب عندك هنا مدفونين والله عندي 9 وقسم من عندهم شهداء شهداء بالقادسيه زين زين هذا الشهيد ما ضحى مو من اجل الوطن شهداء راحوا شهداء ليش الله اكبر الوطن ضحى بروحه ما عندنا حق الشهداء الشهداء معروف الشهداء اكرم منا جميعا هاي معروفه ايه. بس هي يعني هسه هم عايشه والعالم دوامه وقلق زين العالم ما تدري شو تسوي هل يطلع واحد مسؤول يقول هذا المشروع راح يتنبذ هالقد مدة ماكو مدة أخبار ماكو مجهول أو تغيير مسار الجسر يغيرون مساره يفهمون العالم يعني هسه العالم يومية رايحة جاية يريدون يفهمون ايش راح يصير زين هذه يراد لها مصرف يراد لها فتوى شرعية يراد لها وزارة الصحة تبدي رأيها زين هذه المصاريف يراد لها غير يفهمون العالم اللي ما عنده منين يجيب يشيلهم وين يوديهم صح يراد لها معاملة كتاب موافقات يلا تنقل الجثة الرفات زين انت غير تحضر لهم معاملاتهم وتساعدهم بها تعويضات تطوهم ما يصير هيك متهين العالم وعايشين بقلق وما حد يدري شو يسوي حياك الله شكرا جزيلا كان اتمنى يسمعون المسؤول السلام عليكم حياك الله سهجي جاي بداية نطرحهم على شهداء فلسطين الرحمة والله
نناصرهم. ثانيا عتبنا على الوقف السني. هاي الوقف يعني شنو دوره؟ بس نريد نعرف شنو دوره هو. يعني انت منتج شركات وتبني مقبره، يعني ما لها حرمه هاي الناس؟ شنو دوركم انتم؟ يعني بس تعرفون ترى ما يصير. الله فوقكم من الرئيس للاصغر موظف كلهم مسؤولين. شنو المسؤوليه العليا؟ مسؤوليه يعني هو من اجوا ليش ما يعرفون هذا المشروع راح يصير هنا؟ ما عندهم اتفاقات هم سوا؟ كل اتفاقات يجيب الشركه هو يشيل الرفات كلهم هو يشيلهم. يجي واحد واحد يعطوهم 15 يوم، شو 15 يوم؟ اللغى القرار. حتى ذا اللغي، يعطون 6 اشهر 7 اشهر هم يتبنون هاي الشغله، يجيبون اكياس كل جثه يخلوها بكيس ويعطوها يكتبون اسم عليها ويعطوها يعطوها صاحبها. نعطيهم الاسماء مال موتانا وتليفوناتنا ويخابرونا تعالوا خذوهم. ترى ماكو هيك شيء، احنا كيف مشروع يصير؟ كيف اي مشروع بالبلد يصير؟ احنا نفرح لان احنا تعبنا بهذا البلد، تعبنا حتى الصبر مالنا نفذ. يعني شو يريدون يسوون؟ ما يصير الميت له حرمه. هاي اليوم هي بهاي المقبره باكر عقب غير مقبره. وحتى المسؤولين ترى تجي على ابهاتكم وعلى اهاليكم تجي نفس الشيء. ماكو مفر زين. حتى اليوم الموتى باكر الائمه خلي ياخذوها ببالهم. الائمه ترى يبلشون يشيلوهم. هاي حياك. السلام عليكم. الله يسعدك. شنو تعليقك على هذا القرار؟ والله استاذ هذا قرار اكبر غلط. لان اول شيء اي واحد هسه يضوج يفتح قبر اهله. انا هسه واحد من الناس اضوج افتح القبر. اول شيء راح انقهر وراح تاخذني العبره. وثاني شيء شو اشيل عظام؟ ماكو هيك شيء. عظام شو القى بالعظام بس انا؟ وين اوديهم؟ وين اوديهم؟ زين اذا مضطره الدوله شلون؟ ماكو مضطره الدوله تغير مسار الجسر. غير المسار مال الجسر ماكو هيك شيء. هذا قرار اكبر غلط. تمام. الله يسلمك. حياك الله. احبتي المشاهدين من مقبره الشيخ معروف هذا حوار مع اهلنا وناسنا. بين القبور كل شخص عنده غصه والم وكل شخص عنده حكايه مع هذه القبور. فبعد سنوات طويله من الدفن المشاعر فياضه في هذا المكان. المشاعر لا تقبل اي قرار يرفع القبور والرفات من هذا الموقع. الرأي الأهم والقرار الذي يحتاجه المواطنين في هذا المكان هو تغيير مسار المجسر. هذا اللي يطالب به ذوي المتوفين. البعض يتحدث عن معاناة العراقي منذ أن وجد العراق، تحدث عن معاناة سنوات طويلة، وبعد هذه السنوات تحدث عن معاناة الأموات، نقل الرفات، الضرورات القصوى القصوى القصوى. المواطن يعلق على هذا الشيء يقول إنها ليست ضرورة قصوى، هنالك فضاء واسع في محيط المقبرة. الوقف السني وعلى لسان مدير الأضرحة أعطى التضمينات بكل الأمور والتجهيزات الخاصة في الأرض الثانية التي يتم نقل الرفات من هنا إلى هناك. والتصريح الآخر وهو الأهم أنه لهذه اللحظة ديوان الوقف السني لم يعطي الفتوى الشرعية بإيجاز أو منح الموافقة لبناء المجسر ورفع الرفات من هذا الموقع. فعليه نتمنى من الجهات المعنية أن لا تحرك المشاعر ولا تؤلم ذوي أو أبناء المتوفين في هذا الموقع، لأنه هذه حياة فانية وهؤلاء الأموات هم أعزاء لدى أحبائهم، فلا تفجعوهم في نقل رفاتهم من هذا المكان إلى مكان آخر. هذا كان حوارنا ولقاءاتنا وتجواننا من الشيخ معروف، من مرقد الشيخ معروف إلى المقبرة. كل ما ذكر على لسان السيد المواطن، لا تتحمل إدارة البرنامج ولا إدارة القناة مسؤولية كل ما يقال من اتهام أو انتقاد لاذع. نحن السلطة الرابعة، نوصل لكم الصوت كما هو، مع الناس منكم وإليكم. في أمان.